مرحبا وسهلا. أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا الرجل المبارك. تحية. تبارك الله على الاستعلاء. بارك الله فيكم أخ نازل. كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ والله العظيم اللهم ثبته في قلوبنا. أمين. هل تعلم بأن لك محبين؟ حقيقة الله هو الله الذي خلقك يا في العالم في العالم. نعم في العالم. في العالم. قدر الله وليس سوى في العالم. نعم. أنك مخلوق بين الخلق في هذا الكون العظيم. نعم. لا بد أن يكون لك من يحبك وأكثرهم من يعادوك، وهذه مسألة. نعم. ما يبقاش عندك فيها الشك 100%، ولكن لا تبالي يا أخي العزيز. نعم. اجعل محبتك لله وكن في ذمة الله ورسوله وفي ذمة كف الله الكافي، ولا يغرنك من كان في هذا العالم المغرور وهذا العالم الغاوي. نعم. الفاني. نعم. الحق الحق أقول. ماذا تريد أن تقول بالضبط يا أخي العزيز؟ أنا لم أفهم. نعم حبيتك سيدي علاء. حبك الله يا الحمد عفي. لله أنت الله عز وجل كرمك عندك التلقائية ما شاء الله. سبحان الله ومن عطاء الله. سحرت بها كثير من الناس. وأنا ماشي الساحر في الحقيقة الله، ولكن هو إضفاء السحر هنا في الحقيقة. نعم. نرجو الله أن يكون سحرا أبيض وخينكم أو سحرا من نور. خينكم عمي أخي العزيز. نعم. الله عز وجل كرمك بهذه اللباقة في الكلام ما شاء الله عليك. سبحان الله. دابا إن شاء الله حبيناك كاين بعض الناس فيعني في الوجوه ديالهم وفي الصفات ديالهم إنسان ما شاء الله كيحباك كيبين لك فهمتي ولا مصيبه بحال هذاك البقره اللي بغاو يشدوها وداروا لها واحد الخطه مصيبه عملوا لها واحد الحفره ها وحطوا فيها ربيع بقات جايه مسكينه بان لا يا ربيع بقات جايه بوك 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 حتى هاوت في هذيك الحفره هذا هو المنطق دابا هذا هو الموضوع بغيتك تتكلم عليه الله يجعل سيدي ربي ينعم علينا وعليك بالفطنه شي ناس مساكن فهمتي ينعم عليك انا وعليك بالفطنه وبسر الفطره الحقيقة سر الفطرة هو الوحدانية الله والاختلاء والأنس برحمته سبحانه ولا ثقة إلا في الله ولا ثقة بينك وبين غيره من خلقه في الحقيقة ومن غيرك من خلق الله وما دون الله إلا في حدود تقوى الله نعم. واجعل ثقتك في الله وأمك التي ولدت هذه المنطقة المطلقة وهذا اللسان هذا الحقيقة يقول أي حاجة وما تثقش به نعم الحقيقة اللسان يمكن له يقول أي حاجة ولكن ما تثقش به أخي العزيز نعم. حتى السلام عليكم إذا قيل ربما لفظت باللفظ لكن بالجوارح وفي السر ليس لها مقاما وليس لها وزنا بالبتة إذا من أخطر المخاطر هو الموضوع هذا اللي هضرت عليه نعم وهذا ربما قد يحصل لك حتى في بيتك بين زوجك وولدك الله ومن أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم إيوا الكلام والابتسامات والضحكة الصفراء والكلام الذكي ما تغلبوهمش تتقول هاد الناس هادو كيحبوني وانا هو العينين ولا انا هو النور باقي ولكن بالحقيقة الله هادوك الناس هادوك هذاك الكلام كامل بالحقيقة كيمهدوا به الطريق يحفروا لك به الحفار وما يسقطوا فيه هما أكثر وتحكم النوبة مدورة أكثر من ذاك الدوران ونعوذ بالله من سوء المنقلب وهذه حالة زعما سيئة في العالم بين بني البشر هو المزود ديالها والمروض ديالها هو الشيطان العدو اللعين الذي يزين لك الأشياء ويضخمها ويزين الأعمال وهو عدو مبين غرور مغرور غاوي والحسبي الله ونعم الوكيل أخي العزيز إذا قال واحد الرجل حسبي الله ونعم الوكيل وقد سبق قول الله هذا القول إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا الإنسان كتلاقاه كيبين لك الضحكة أن كيبين لك شي كلمة كتشوف سنانه كتسمع الكلام الذكي ولكن من العمق الحقيقة الجوارح مقتولة وميتة وهذاك الكلام كله سطحي ما عنده شي عمق ما عنده شي مكان ما عنده شي ميزان وهذاك الكلام سوى سطحي سوى ظواهر ثانية ما عندهاش الأصل ما عندها لا جذور ولا فروع ولا أوراق ولا ثمار ولا ظل أبدا أما الإنسان الصادق المخلص الحقيقة كما قيل وما أراك إلا من المخلصين الله يجعلنا من المخلصين أخي العزيز الإنسان سيكون مخلص المعاملة ديهم إذا حب يحب نيشان وجه لوجه وإذا كره يكره نيشان وجه لوجه وبلا تلاعب بلا لف بلا دوران بلا حفر الحفار بلا فهمتي مكائد بلا مصائد كما كيقول المثال صلى الله على الحبيب ما صفى منا لا ما ولا سما ولا حليب واللي حفر شي حفرة راه كيطيح فيها حتى كيغيب وهذا هو الحاصل اللي وقع في العالم في المجتمع البشري الإنساني حتى أنك أنت إذا دركت الحقيقة وصلت لواحد المبلغ من الحقيقة في الحقيقة يا أخي العزيز الحقيقة ظهرت في دقيقة بقدرة مولانا وبمقدرته والعفو عند المقدرة صدقني أخي العزيز ما غتبقى تحت شي واحد فهمتي تعطوني الثقة عندك معدومة من الخلق مرة إلا في حدود ملتزم به ألا هو في حدود تقوى الله إلا من رحم الله إلا من رحم الله وفي حدود تقوى الله ورغم ذلك سيكون هناك النقص ما دام نحن في عالم
كان من النقائص والعيوب. اما الحقيقه المطلقه اللي غتكون انت يعني مطمئن لها كل الاطمئنان هي الطمانينه برحمه رب العالمين. اخي علي اسمح لي بلاتي الله يخليك انا مزور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح في الحديث قال لك كل ابن ادم خطا. كل ابن ادم انا خطا حنا شافوا حنا هذا الخطا غادي غادي نتزوجوا. نعم. حنا غادي غنتزوجوا هذه العقبه هذه مره نهائيا. نعم. باش ما تزيدش انت الخطا ديالك يجر عليا انا خطا اخر تصبح انا خطا معك ولا خطا اكثر منك ولا خطا معك اكبر خطا من اللي خطأتي انت وجريتي عليا الخطا باش تجرني للاخطاء انا معك انت ولد عمي. اذا الحقيقه شو كتولي الثقه الكامله والمطلقه المحرره اللي ما فيهاش الشك والراي هي ثقتك في الله الذي خلقك مطلقا. ما كتبقاش عندك الثقه مع الاخرين الا في واحد الحدود ديال تقوى الله واحد الحدود ملتزم بها وعندها غادي نقول لك طريقه ديالها وعندها اساليب ديالها خاصه بها ومبنيه على علم قائم. وان الله يحذرك نفسه وخذوا حذركم وان الشيطان لكم عدو فاحذروه. وعندك الحيطه والحذر في هذه الابواب هذه وانت عندك واحد القناعه واحد الاقتناع انك ني با كونفيونس ان طول مود كما قال الفرنساوي او كما قال النصراني وبلغ الله لانه هو عاش مع العالم الانساني وعاش العالم بشكل هو انسان موجود ولا فرق عند الله بين العجمي والعربي الا بدين التقوى ولا بين الابيض والاسود اصلاح مال الا بدي التقوى والتقوى ها هنا في قلوب الناس. وذاك انسان واخا نصراني او يهودي او مسيحي راه عاش تجارب في الحياه ووقعت له خيانات في حق ذاته وغدروا به في حق حقه. وذاك الانسان صبح في الحقيقه عدم الثقه في العالم كامل الا في الله اللي خلقه كما قال هو بفمه وفكره زعما صائبه حقيقه. كاين نيا با كونفيونس ا طول موند كوتو كونفيونس ا ديو امامو. وهذه مساله زعما صدقني بحقيقه هي مطلقه وهذا هو المبدا الحقيقي زعما الانسان اللي كيخصو يمشي به ويكون على ذكرى به. وتبقى الثقه في الله هي خير الثقه والثقه بيننا في حدود تقوى الله. اما ما دون ذلك فاياك ثم اياك ثم اياك. لا حرمك الله من الفطنه اخي العزيز خصك تكون دائما فطين في الامور ديال الحياه ديك مع الاخرين لا مع اللي غتعرفهم ولا اللي كتعرفهم ولا اللي عاد غادي تعرفهم. وماشي زعما غير اللي عرض عليك اجي عنده واللي ضحك لك راه حبيبك واللي خلص عليك صافي راه كيبغيك. وهذه مسائل خصك تكون فايق لها يا انسان فهمتي لا من ذكر ولا من انثى لا من قريب ولا من بعيد لا جاهل منكم ولا عالم. هذه حقيقه مطلقه الثقه المطلقه المحرره اللي هي لا شك ولا ريب فيها وبكل طمانينه وبكل راحه على راحي راحي الله في رحابه وبشساعه رحمته بروحه المقدسه الا وهي في الله عز وجل. وخا تكون انت كما كنت كتكون الثقه في الله عز وجل وخاصه انت ايها المؤمن. ولربما اي انسان دون ان يكون له ايمان ربما قد تجد عنده هذه الحقيقه انه لا يثق الا في الله. هذه هي الحقيقه يا اخي العزيز. اما الثقه ديالك مع الاخرين كيف تكون عنده واحد الحدود ملتزم بها واحد التحفظ اصلي وعنده اصول وعنده غادي نقول لك جذور قائمه يعني بلا واحد المعرفه ولا واحد التربيه و والثقه خاصها تكون عنده واحد الحدود ملتزمه في حدود تقوى الله. اما هي الثقه بالحقيقه صدقني اخي العزيز الثقه هكا بداك النيه اللي كتولي عميه كتصبح جريمه في الحقيقه ديال الحياه الانسانيه او في الحياه ديال المخلوق في العامي منه وفي المخصوص وما اختص الله برحمته في هذه الخصوصيات. اذا اخي العزيز وهذا هو الحال السيء اللي كيزرق بها اللي كتوصل انت لواحد القمه ديال الوصيه الربانيه المخلوق على الارض وخصوصا هذا الانسان المكلف بهذه الرساله الربانيه وتولي يعني ومن ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. كيفاش بقى لك انت هادو وازواجك واولادك الذين تتعب عليهم من دمائك ومن عرقك و كنقول لك ومن عصارة لحمك في الحقيقة أخي العزيز وقد يصبحون غادرون لك وأعداء لك. فكيف لك أن تصبح أنت تثق في غيرهم من بني البشر على الأرض كيف ما بغى يكون النوع ديالو فهمتي كيكون واحد الالتزام واحد الالتزام بيناتنا أخي العزيز. ولربما كما قال ربنا الكريم لتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الآخر كيبقى غير كيلحن لك في الهضرة كتعرفوا شكون هو فهمتي ولا عمي كيبقى غير لحن في الهضره باقي ما تحركتي باقي ما عملتيش معاه شي مجاب ولا شي مغامره او لا شي رحله او لا شي ضيافه ضيوف الله خصنا غادي نبقاو منزلين في منزل الله ضيوفا على الله خيرا من ان كانوا ضيوفا على غيره. سمح لي الله يحفظك سمح لي واحد الكلمه. لا انا واحد المعلم نعم سيدي المعلم خصك تبني لي واحد الدار عشنو عندي قال لي احنا السما كنبنيوها. ايوا هذا قال ما لا يفعل وقال بلسانه ما ليس فعليه ان يستغفر الله. انت ما تفكيش في جهه الارض اللي غتكون تحت منها فما بالك بالسماء اللي جبالك غتوصل لها. اقسم بالله لصق على اليوم. ايوا لا انت سمحت بي سمحت بي غير بسمح لي وانت السما كتبنيها اي هاي هاي
وانت الارض اللي غتكون تحت منا ما تفكيتيش فوق منا، وانت السما وصلتي الى هيدا فمك. وانت شوف الناس يا اخي يقولون ما لا يفعلون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ونعوذ بالله منا وذاك البشر هذا، وخلينا في حدود. ولهذا قال واحد المثل المغربي، اللي عرف يعرف الله سبحانه، واللي عرف الله ما يخيب، واخا يعيش وسط الخايبين وسط العيبين. الله عز وجل ما غادي يردوا شي من الخايبين، فهمتي يا ولد عمي؟ الا ان معرفتك مع الناس سيكون عندها واحد الحدود، في حدود الاكرام وفي حدود التكرم وفي حدود الادب والعلم، سواء بالقول او بالفعل. نعم. واذا شتي راسك انت غتدخل مع انسان في جدليه وفي خناق وفي نزاع، واحد الكثره ديال الكلام الفارغ، واحد بلعه ديال الدعايات والادعاءات، وانا وكنت معايا وعندي وما نعرف، هذا من الاحسن فهمتي اخي العزيز غير تنسحب من الساحه وتخليه فيها كيدور بحال الطريمبو تيطيح على خاطره، فهمتي ولد عمي؟ ما بينك شي وبينه راه غير الله. الجدال وداك النزاع وداك الدعاء بانا، واحد من عاد ديال الدعايات ومعايا وعندي وكنت وكنت وما نعرف شنو واوا، وهذوك عندي كيف والو، هذوك ما عرف شنو واوا، وهذوك ناس والاخرين ماشي ناس، وواحد من عاد ديال البروتوكولات بحال هيدا. من الاحسن اخي العزيز باش ما تحصلش مع شي معركه او شي خصام او شي خضم او شي خوض ماشي هو هذاك، من الاحسن اخي العزيز تعطيه بالثقه كما قال سيدي عبد الرحمن المجدوب، ما قالش الكذوب. انا سحب لي الناس كيحترموني، انا كنحترم راسي. تعطي الاحترام لنفسك نفسك ونفسك، وتعطي الاحترام والاعتبار لذاتك من ذات الناس في داء الله ذا الجلال والاكرام، وخليك في اتساع واتساع رحمه، وهرب من دمك لا يطلق، والهروب اتساع رجله، والفرار الى الله، والملجا الى ملجا الله، وعيش يعني في واحد الحدود قائمه، وكون انسان حدودي بالحقيقه، وهي الحدود القائمه. اقم الحدود بينك وبين الاخرين بحدود ما اقام الله بينك وبينهم، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وكن من اهل الفطنه. انا كنقول لك ماشي غير اللي ضحك لك في وجهك او عرضك او خلص عليك او كذا راه حبيبك وكيبغيك. الحقيقه يا اخي العزيز خذ الحذر وخذ الحيطه، وداك الحيطه والحذر وما ينفعوش 100%. ادعو الله نظر عين رحمته فيك واحاطه رحمته بك وعونه لك في حياتك ومماتك، وهذا هو السر. وكن صاحب النيه الحسنى مع الله، ولكل امرئ ما نوى، وان الاعمال بالنيات والنيه افضل من الاعمال. وكما قال المثل وانا غنعاودو، صلى الله على الحبيب ما صفى منا لا ما ولا سما ولا حليب، واللي حفر شي حفره كيطيح فيها حتى كيغيب. ونعوذ بالله من سوء المنقلب، يا مثبت القلوب الاقدام، يا مثبت القلوب والاقدام، ويا مقلب القلوب والابصار، يا مثبت الذين امنوا بالقول الثابت في الدنيا والاخره، ثبتنا يا الله وفي المواقف والشدائد وبغير علم منا وانا لا نعلم، سبحانك ومن قال الله اعلم علمه الله ما لا يعلم، وزدنا علما وكلنا عونا، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني عليك استند ومنك استمد وعليك اعتمد، لا اله الا انت مستندي وممتمدي، وانت ممدي وانت ممتددي، لا اله الا انت سبحانك عضضي، سبحانك لا اله الا انت، انت انت كما كنت انت انت، وكذلك زلت وضلت وبقيت، اليك هديت فاهدنا اليك خير ما هديت اليه عبادك، وهو الله وهو الذي يهدين ونعم الهاد. هذا هو المنطق. إذن أخي العزيز، لا من ذكر ولا من أنثى، لا من كبير ولا من صغير، لا من داخل البلاد ولا من خارجها، من لحمة بني آدم، وكلكم من آدم، وآدم من تراب، والناس عند الله سواسية كأسنان الملك، لا فرقا بين العجم والعربي والأبيض والأسود والأصفر والأحمر، إلا بالدين والتقوى، والتقوى هنا في قلوب الناس وسلامة سخائمهم وسرائرهم. إياك وإياك ثم إياك أيها البشر بالصفة العامة، أتسخ أي واحد ضحك لك، أي واحد خلص عليك، أي واحد عرضك، أي واحد ضيفك، يعني باش تكون ديك الثقة عندك هيداك، يعني وديك النية كتصبح عمية فكتطيحك على وجهك. نعوذ بالله من سوء المقلب، خذ البال من نفسك، طلب الله العون من ربك، خذ الحدود لذاتك، ارضى بقسمتك واقتنع، وسير يا أخي بطمع مغفرة الله ورحمته، ولا تطمعك الأشياء من ذهب أو فضة أو حسب أو نسب أو أنا كنت أو معي أو ما عرفش شنو عندي. وهاد المسائل هذه باش ما تطيحش يا أخي الأشياء اللي هي اش غادي نقول لك الحقيقة، يا ما طيحت ويا ما غرت ويا ما كسرت، كما قال الدنيا غرارة ويا ما غرت من قمان، والدنيا غدارة ويا ما غدرت بالرجال الشدان، منهم آل فرعون وقارون وهامان والنمرود بن كنعان، عساك انت وانت وانا يا اضعف انسان، رد البال وزير الحزام وقل له بعوانك يا رحمن، وعليك بالدعاء والانتظار، ومهما طال الزمان
أو قصر في الحقيقة، ومهما طال الانتظار فلا بد من المنال، وليس بعد المحن إلا المنح، ولولا الألم ما كان الأمل. فتأمل يا أخي، تأمل تأمل تأمل، وتذكر وتفكر، وخذ لنفسك حدودا بينك وبين الآخر بما أقام الله من حدود قائمة بينه وبين خلقه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ونرجو الله السلام لنا ولكم. أمين. عفانا وعفاكم، ومن حفانا ولا حفاكم، وأبناء المؤمنين المسلمين، وحتى أبناء الإنسانية أجمعين. أمين. ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم، وإن لله وإنا إليه. فمن صدق فلنفسه وعليه صدقها، ومن في الحقيقة تلاعب وغدر فغدره ينقلب عليه، ونوبة هي أشد من تلك بكثير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا أخي العزيز، لا يجعلنا من ذاك الناس. أمين. اللي كيقتلوا الميت وكيحضروا في جنازته. الله يجعلنا صادقين مخلصين في أقوالنا وأعمالنا وفي حركاتنا وسكناتنا، والله يجعل سيد ربي كلنا هو الدليل في الطريق. شكرا. والطريق والطريق طريق، وطريق الله خير طريق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب خير طبيب، طبيب القلوب المؤمنين. الله يشافينا من كل مرض، من حسد وبغيضة وضغينة وحقد وانتقام. اللهم عافنا ولا تحافنا. آمين. جزاك الله خير الاخوان، تبارك الله عليكم، وتحيه السعاله. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، بارك الله فيكم. كنحييكم الاخوان على هذا النقل، تحياتي لكم من صميم القلب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، مع السلامه، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذا محبكم وحبيبكم عمر ابو حفصه وزينب الحليك.